سيكريت تاع بلاك تاع دوبلاج. احنا ما طحناش في انتاجات جزائريه اللي تم دبلجتها، لا العكس وي جانا، بصح احنا تم دبلجتها تانيك بلغة سورية ولا لغة عدوية، بصح انتاج تاعنا نعطيكم فكرة ممكن تكون كانت كاينة فيها مشاعر. راني جاي كانت ممكن تكون مشاعر، راني معك ممكن تكون، بصح خلينا نشوفوا الفكرة هذه ونعاود نرجعوا بعد نعطيكم الطرح وانتم اعطونا رد رد الفعل تاعكم. خدينا مقطع صغير تاع بابو اللوح لا سيري اون سوكسي تاع لا سيزون لي جوستومون راح نشوفوها بطريقة ربما واحدة أخرى وحتى لانطوناسيون تجي ديفيرونت وراح تشوفوا كسكو سابادوني. انت جيت؟ جيت جيت. مسكي مسكي حطي حطي من هاد، ديري بالك تسمعنا هلا وهيك وعروس. لك شو عم تعملوا؟ ولا شيء، عم ساعدك بالطبخة. لك ليش هيك؟ عمري ما تكون خربوني الطبخة؟ لا توقفي رح تطلع طيبة. لك بعد لا آية لا تعمليها. لك وقفي لا تسمعي كلامه. طولي بالك أنا بفرجيكي والله رح تطلع طيبة كتير. والله رح نتفك من شعراتك. يلا بنتي خلينا نروح. يلا اطلعوا لبرا. بابا طباخ شاطر كتير. قولي له بابا بيعمل كل شيء. فرجيها فرجيها كيف سويتي عيونك، فرجيها. يلا بابا فرجيها. شوفي ماما صرت اعمل عيوني هيك. يلا يلا فرجيها فرجيها بابا بسرعه يلا. لا مو هيك. لا تعمليها، ما بدي اياك تعملي هالحركه بناب. بتعرفي كيف شكلك؟ هيك ورح تصير هيك بشعه. ايش في شكلك كيف رح يصير؟ مثل المجنونه. ما هي دلوعه ابوها، الدلع الزايد منه منيح. لك شو عملتوا بالطبخه؟ شو بدي اعمل هلا؟ طبخك مو طيب ابدا. لا لا لازم. شو قلت حضرتك؟ اكلاتي منا طيبه؟ صارت ثقيله. طيبه مو هيك بابا؟ يلا روحوا. عم يضحكوا. يقولوا لي اعطوني رد الفعل تاعكم. فيان هاي روح شوف شوف واحد كي يخدم يعني كي يخدم كاليتي يخدم دون لي نورم زعما دون لي نورم دولار ويتقن العمل تاعو. انا واش كنت نشوف دركا كنت نشوف شغل مسلسل سوري تركي. ولا من الامريك اللاتين ولا تركي والله العظيم. تسمى هذا ميساج للحنا الجزائريين ما نتخلعوش. احنا نقدروا نديروا واش داروا هما ويقدروا لي برودوي تاعنا نديوهم للعالميه ونبيعوهم فوالا. نبيل انا جيمي ديجا يعني عجبني هذا ليدي مليحه ليدي مليحه. ثانيا نشوف بلي هاد ليدي هادي تقدر تكون سبب من الاسباب لتسويق اعمالنا للدول العربيه. نظن يعني هو احنا عندنا مشكل تاع اللهجه ما يفهموناش بزاف. نظن انه يعني اذا كان يعني من هذا الباب ندخلوا السوق العربيه نقول بوكوا با، علاش لا لا، علاش ما توليش ان برودكسيون نشوفوا دي ستوديو سبيسياليست في الدوبلاج فوالا، ويكونوا ناس مختصين في لي فوا اوف تو سا تكون خدمتهم تاع لانه الدوبلاج مهنه. وي مهنه وهذا اختصاص، هذا ماشي اللي جاتي ديال الدوبلاج. حتى في لي ديسان انيمي ولا غالبا هما يكونوا ممثلين اللي يعني درسوا وعملوا مسارح اللي يعرفوا كيفاش يميتاليزي ولا فوا تاعهم. نشوف انه يعني تقدر تكون يعني اون كارت اللي تخلينا نخرجوا بالاعمال للخارج ان شاء الله بور فيكي تكون خدمه شابه ارقم. مي فوالا كيما قال لك عزويا دي ستاندارد ديماج اللي لازم تريسبكتيهم، باسكو كاين كيما بابور لوح سي اون اكسيبسيون، ما كاش بزاف دي سيري دراماتيك ولا كوميك عندهم من تل كاليتي ديماج من تل كاليتي ديو. وشت كيفاش باغزومبل بابور لوح فاش عجبني بارابور لدوت سيري اللي ما شتهاش فيما بابور لوح لا ميزون سان تزغد لي بيرسوناج يزغدهم يروحوا من يروحوا من لها كاين ريتم فوالا في لا ميزون سان باغزومبل فيما تلقاه قاعد ويحكي فوالا سي سي فوالا باش تدير كاين ريتم ثقيل شويه اكزاكتومون اي كون سا بوج لازم بزاف عفايس هكذا باش نقدروا ان شاء الله. وي Par contre, je veux rajouter un truc, c'est que le doublage Adam il peut sortir à la gare à l'amal parce que si le drame est déjà تاع Babor Louh يقدر يشوفوا مشاهد عربي لانه الحكايه هذيك تقدر تصرف في الجزائر تقدر تصرف في بلاد واحده اخرى. لكن اعمال باش تفهمنا مليح احنا نحكوا غير على الدوبلاج. انا نهضر على الدوبلاج جو بار دو دوبلاج ماشي كاع الاعمال تقدر تدوبلا. نعطيك مثال، كاين اعمال كوميديا اللي ما تقدرش تدوبلا وكنعاودوا نقولوا للور 10 على 10 ميم لو كان يدوبلا بلهجه واحده اخرى ما يضحكش عليها السوري ولا اللبناني ولا المصري. علاش؟ لانه يضحك على دي سيتوياسيون
يصراو سولمون في الجزائر مي بابور لوح النسق الدرامي ديالو النسق الدرامي تاع بابور لوح يقدر يصرا في اي بلاد هذوك لي سيتوياسيون هذوك باغ كونتخ بالك مسلسل واحد اخر بالك ما ينجحش عليه الدوبلاج الامر سي فري باسكو كاين ديك دي واحد لا كوميدي سبيسيال مديوره غير لينا حنا بالك البلاد الثاني وهذا واش لازم شويه الدراما تاعنا تتوسع ماشي دائما نحكيو على واش يصرا في الجزائر برك نقدروا شويه نوسعوا حوايج ستوندار يصرا في الجزائر مي يقدروا يصراو في بلاصه واحده اخرى.